كان والدي رجلا متدينا وشديد المحافظة. كان يعتبر نفسه أحد طلبة الزاوية القرآنية بأضرار للمرحوم الشيخ سيدي أحمد بن الكبير. رغم ذلك لا أزال أتذكر كم كنا نستمتع بمشاهدة التلفاز مجتمعين كعائلة حول برامج التلفزة الوطنية من أفلام ومسلسلات ومباريات في جو حميمي ممتع. لكن ذلك كله تغير فجأة مع بداية التسعينات ومع انضمام والدي إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث أخذ يظهر تذمره من كل مظاهر الحياة المعاصرة رغم قلتها في بيتنا. وكان التلفاز ضحيته اليومية ينتقد مظاهر الفساد التي كان يعتبرها مقصودة في برامجه، ويشتعط غضبا كلما رأى مذيعة متبرجة أو حتى رياضيا يرتدي شرطا قصيرا. ولكم صار بعدها يطفئ التلفاز في وجوهنا ويمنعنا من مشاهدة برامجنا المفضلة، فصرنا لذلك نتحين غيابه لنشاهدها خلصة. بالمناسبة وعلى ذكر تلك الأيام، أستطيع تذكر أول قصة رسمتها وكتبت حوارها عام 1991، وهي تتحدث عن مغامرة ثعلب في قصاصات ورق صغيرة جمعتها معا لتشكل كتيبا أو ما شابه. من الواضح للآن أن القصة انعكاس طبيعي لشغفي الطفولي بأفلام الكرتون في تلك السن المبكرة، ويبدو أن عالم أفكاري كان عالما كرتونيا أيضا، ولعلها ذات القصة التي شكتني لأجلها أمي إلى معلمتي وكانت جارتنا، حيث عبرت لها عن خشيتها من أن تؤثر هذه الرغبة الجامحة في قضاء الوقت الطويل في الرسم ونسج القصص على اهتمامي بدراستي. فلم يكن من معلمتي الفاضلة التي ربتني طوال 6 سنوات كاملة إلا أن طمأنتها ونبهتها بأن ابنها موهوب، بل ويجب أن يشجع أكثر وتوفر له الوسائل. لكننا لم نكن في سعة العيش التي توفر لي فيها عائلتي هذه الوسائل. كم كنت أحب صفحات كراريس البيضاء المتبقية في آخر الموسم الدراسي من كل سنة. كانت مشروع قصة جديدة في كل عطلة أرسمها وأكتب أحداثها ثم أعطيها لأمي حتى تخيط صفحاتها معا لتخرج قصتي في طبعتها الجديدة. كانت أمي دار النشر، كنت أنا كاتبها الوحيد. يتبع مع تحيات مصطفى محاوي.